أهلا وسهلا وحياكم الله في برنامج ضوء آخر. موضوع حلقتنا يتكلم عن صناعة المحتوى والتأثير. ضيف حلقتنا أبو عودة صانع المحتوى. أبو عودة صانع محتوى ثقافي تاريخي أكثر، يميل نوعا ما مرات شوي سياسة، بس أني ما أحب أتعمق فيها، سياسة تجيب فيك العيد. دخلت على عميق على طول. الأندلس هي تحاكي أفضل فترات أو أفضل العصور اللي مروا فيها المسلمين، فأي شخص يحب التاريخ الإسلامي ويقرأ فيه يشوف أن فترة الأندلس كانت يعني من أفضل الفترات. فالأندلس الحالة يعني حكاية وقصة، ما في مستحيل شخص يحب التاريخ ولا يحب الأندلس. التاريخ هذا حب يعني منذ الصغر، أبوي مرة يحب التاريخ، من يومي صغير كان يعني حريص مرة إنه يقول لي القصص التاريخية، وهذا الشيء اللي حببني فيها من يوم ما كنت صغير يعني. يعني أنا ما أتكلم عن السياسة، أنا أنقل أخبار سياسية أكثر. لما أكون أحلل بالسياسة وأبدي أرائي هنا ممكن تقول أكبر من محتواك أو لا، بس بشكل عام أنا نقال علوم فقط. هذا عاد حلم، هذا حلم الطفولة، من يعني من يوم ما كنت صغير وأنا كنت أطمح أني أكون مشهور، والحمد لله تحقق الحلم. يعني 50-50 يعني، أولي كان صراحة في البداية كان أول كلها للإعلانات، يعني من الإعلان، بعدين تعرف مع الشهرة شوي شوي تبدأ تنوع مصادر دخلك. أبو عودة دائم لين ما عاد يصير تجي إعلانات، إذا ما صارت تجي إعلانات وقف. إيه لا، أسطورة الرياض رهيب مرة، زعلان عليه شوي، مزحت معه، ثقلت شوي. بس لا، تصافينا بالشركة. أتمنى أني أكون مؤثر. يعني يعتمد على حسب الموضوع اللي أنا بتكلم عنه، يعني ما ينفع أني أبحث في كتب التاريخ عن مواضيع الحرب في روسيا وأوكرانيا، أكيد هي تعتمد على حسب الموضوع نفسه، في أكثر من مصدر، مستحيل أخذ من مصدر واحد، وبس هي بكل اختصار. طيب وبعدها تدفع للمصادر عشان يعطونك الأخبار؟ لا تبحث عنها؟ لا أنا هم يدفعوا لي، ما تفعلوا. والله أتمنى صراحة، أتمنى دور التاريخ، أتمنى خصوصا لو دور تاريخي، أتمنى الصدق، بس إنه يعني ننتظر مخرج. كانت أول في سلاسل رمضانية، بس اليوتيوب يا أخي متعب مرة، اليوتيوب يطلب منك جهد وشغل، لازم فول تايم وقتك كامل على اليوتيوب، يعني عكس المنصات الثانية. سؤالك مرة صعب يعني، ما أقدر أجاوبك صراحة لأنه في كتب مرة كثير، ولكن في حقب زمنية لو تبحثون عن الكتب فيها راح تستمتعون جدا، يمكن العصور الذهبية في الدولة العباسية كانت كتبها جدا جميلة، أيضا في الدولة الأموية في الأندلس، وهذه الكتب جدا ممتعة، والفتوحات الإسلامية خصوصا في بدايات الدولة الراشدة، الدولة الأموية بداياتها يعني كانت ممتعة. ما أقدر أقول لك كتاب معين الصدق يعني. إيه طبعا، لأنك أنت الحين يعني أنا الآن صار لي تقريبا 4 سنوات في السوشيال ميديا، اللي تابعني قبل 4 سنوات لو أنا مستمر على نفس المحتوى نفس الطريقة مع مرور الوقت طبيعي راح يمل، فمو أني أغير المحتوى بشكل كامل 100%، ولكن على مبدأ إيش شوي تنوع عشان يستمتع هو معك ما يطفش منه. والله شوف أنا سناسي محنك شوي يعني، بس أني يعني صرت زي ما يقولون نقال علوم، أنقل الخبر بدون آراء بدون شيء،
فحلو انك تجلب جمهور جديد يعني. منصة تيك توك هي المنصة اللي انا ظهرت فيها اصلا للناس كلهم. منصة تيك توك مرة سهل انك تنشهر فيها، سهل انك توصل مقطعك للناس. هي باختصار زي ما يقول لك ايش، ثغرات بسيطة لو تعلمتها مرة سهل انك توصل مقاطعك يعني للناس اكثر. عشان كذا طبعا اذا كان محتواك زين اكيد اليوتيوب، لو كان محتواي عادي مثل اي محتوى راح يكون سهل اني اصور فيه، بس عشان كذا ما اقدر اصور في اليوتيوب لان يحتاج بحث طويل. يعني بدون مبالغه يمكن اقعد اسبوع كامل بس عشان اطلع مقطع واحد، والاسبوع هذا يعني يمكن 5 ايام منه تروح فقط في البحث، ويومين تصوير ومونتاج، فمتعب جدا 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 متعب. يمكن النصيحه اللي اقولهم يا انك اذا انشهرت لا تغرك يعني صراحه الدنيا، لانك انت يعني في اشخاص زي ما يقول لك يكونون عادي مثل اي شخص مثل عامه الناس وفجاه ينشهر، فهنا انت في اختبار هل انت تكون يعني زي ما يقول لك تمسك نفسك ولا تجمعك. انت بتجمعك.